تغرب الشمس الساعة 8:30 أهم شيء. بند هي مدينة في ولايتنا تبعد عنا 3 ساعات تقريبا، وعندنا أصدقاء هناك واليوم إن شاء الله رايحين نزورهم. طبعا الحين بعد انتظار دام تغني كان نطلع الساعة 10:30 ولكن انجليزي يا عارف اتكلم انجليزي، عارف اغني انجليزي، نعم اكتب بالانجليزي. حلو، انت اعطني كلمه انجليزيه وبالعربي قصده بحول انجليزي. اي كلمه يعني؟ اي كلمه الكلمه تريدها. وش الماء بالانجليزي؟ ايزي واتر. الله شوفه. يا سلام على الطبيعه. طبعا فعاليات الشباب ما خلتنا نحس بالطريق، قمنا نغني غير الحمامي هي الغرامي عربي انجليزي سوالف مني منك يوتيوبر سابق واخش الحمد لله وصلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف الأخبار؟ يسلم بيدنا. أهلاً وسهلاً يا أخي، كيف الحال؟ دعاء الشهر في العظيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كان لهم قرينين إلا ربنا المقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين. دعيتكم حلوة، استمروا. طبعا دعاء السفر هذا قال بعد مليون تخطيط واجتماع لجدول اليوم، كل ما نجيب جدول المكان يطلع مسكر بسبب الامطار والثلج، بس اخر شيء الحمد لله قررنا نروح. لا لا بكيف كهف موجود في الحاره، هو مميز في شيء بس ما اعرف صراحه في وش. How are you? Good. Good. How about yourself? I'm well. I didn't know that we have to reserve. Yeah, the system isn't allowing any more for the day. مش الجديد يعني. بس ما تشوفوا جدول الكهف تكنسل إنما كنا حاجزين من قبل. لا أمزح معكم. But have just another free pass to let you guys through for this time. Cool. Appreciate it. Okay, so go ahead and park. Come on up here and enjoy. شايف الهاي واي اللي جينا فيه في الطريق؟ ايوه. نحن الحين تحت بالضبط. هذا الكرسي، شوف صور المكان حواليك. هذا كذي هو فوق هنا. هو حاليا تحت من بالضبط. فحين لو تختار غنوت كيف ستريات مرة ثانية. علمنا نفس، اقول لك افهم هذا ما نفس مسافة ذاك الابيض. نصور مع اللائحة انه خلاص وصلنا للمكان. طبعا مثل ما يقول لك. ايوه سير. خلاص ستوب. إشارة قف. حلو. ما تكمل. Cave is closed beyond this point. يعني هذا ما في مجال إنك تمشي وتكون آمن. المكان قدام يكون خطأ. أضرب لك يوترن وارجع من هنا. الكهف ما بذيك الدرجة فنان، لكن اللي يخلي الرحلة فنانة هي الصحبة الصالحة. نفس ما يقولوا ما بالمكان باللي حولك. والحمد لله حولي أصدقاء فناني. أصدقاء بنكهة العائلة، نضحك مع بعض، نستمتع وناكل مع بعض، ودائما مع بعض. إنه يكون معك صديق ترجع له في الشدة والرخاء بدون تردد ولا حاجز، هذه نعمة كبيرة، نعمة لازم ندركها ونقدرها. أرجوك أمهلني دقيقة لمرض يستوي.